أعظم عمل ممكن تتقرب فيه إلى الله في هالأيام ما هو؟ أحد ممكن يقول لك الصلاة، والصلاة خير موضوع ما في ذلك أدنى شك. أحد يبي يقول لك القرآن، والقرآن بكل حرف 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، ما في هذا شك. أحد يبي يقول لك الصدقة والزكاة والبذل، وهذا ما في شك، هذا برهان على صحة الإيمان وإيثار ما عند الله على العاجل. كل هذا خير، وطرق الجنة كثيرة، والفرص بعدد أنفاس بني آدم. الفرص، أنا بقول لك شيء واحد، تفقد قلبك، سلامة القلب من الهوى، الضغينة، الحقد، الحسد، الشح، وكل هالأعمال اللي ذكرت وغيرها تتفاوت في الفضل عند الله بحسب حضور القلب وتأثيره في القلب أيضا. الليلة ليلة 21 ممكن تكون ليلة القدر، عجل تقرب إلى الله بذبح، ذبح الحقد والحسد، ذبح سوء الظن، ذبح العتب على فلان وعلان، ذبح الخلاف، العداوة، البغضاء مع أخوانك. إن نجحت فأبشر، أنت كريم، الله أكرم منك سبحانه، ويستحي من عبدي أن يرد يديه صفرا. السلام عليكم. البارحة قلت سامح، وأرسلت لي أم يزيد تقول شلون أقدر أسامح، شلون أقدر أنسى اللي بقلبي، الناس استغلوا ضعفي وطفولتي أحيانا. سؤالك وجيه والله يا أم يزيد، فعلا شلون نقدر؟ عندي جواب واحد بس، بألسنتنا نقول سامحناكم، نقول يا رب سامحناهم على الغيظ اللي بقلوبنا، في يا رب أنت كريم ومسامح، سامحنا وسامح الآخرين.